شكل مصر الجديدة اتغير خالص دلوقتي. من ضمن الإنجازات اللي احنا سعداء بيها هي إعادة تخطيط المنطقة كلها، وده أثر بصورة كبيرة قوي على سيولة الحركة والمرور. حابة أوجه الشكر الأول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة حياة كريمة اللي هي بدأت بنمو. حالياً المدن اتغيرت جداً، بقى في ناس فعلاً قادرة إن هي تعيش، فتح لنا مجال لأكتر من حاجة. في إنجازات كتير زي الكباري اللي بقت موجودة، زي دلوقتي الكوبري اللي بيفصل أو بيجمع ما بين ساحل سليم وأسيوط وأبو ديك. بقى في حاجات كتير، المدارس بقت الطلبه، في اهالي كتير ما كانتش قادره ان هي تودي الاطفال المدارس، بقت دلوقتي بتقدر، بقت في حاجات كتير متوفره. النهارده بنتكلم معاكم من قدام مجمع خدمات المواطنين بقريه بيت علام. مجمع خدمات من اسمه ظهر ان هو شامل كل الخدمات، اي خدمه حكوميه ممكن تحتاجها هتلاقيها موجوده في مكان واحد، في مجمع واحد، في مبنى واحد. حاجة ما كناش بنشوفها زمان قبل حياة كريمة، ما كانش موجود كل الحاجات اللي احنا شايفينها دلوقتي، كل المشروعات، التحول الرقمي. يعني مجمع خدمات المواطنين ممكن تيجي تخلص كل الخدمات اللي انت ممكن تحتاجها من مكان واحد، من شهر عقاري، في مركز تكنولوجي، بطاقة، شهادة ميلاد، اي حاجة تحتاجها، مكتب تومين، كل الخدمات موجودة في مكان واحد. انجازات السيد الرئيس في الفترة اللي فاتت دي بالنسبة للطرق والمشروعات القومية اللي عملها في الفترة اللي فاتت، سواء في على مستوى محافظة بورسعيد أو مستوى مصر عموما. أول حاجة أن بورسعيد اتغيرت خالص بالنسبة لبلدي. بورسعيد اتغيرت، بقت أحلى بكتير قوي من إقامة المشروعات فيها، وتحديث بعض الأماكن القديمة زي الحدائق والطرق، وعمل مشروعات جديدة للقرى السياحية، للطرق برضو للطرق المواصلات. ونشكر السيد رئيس الجمهورية على الدعم وعلى مستشفى على عمل مستشفى الأورام بمحافظة كفر الشيخ. صراحة كرت الفلاح من ساعة ما تم إنشاؤه وفر على المواطنين، أول حاجة المواطنين كبار السن، وفر على كبار السن مشقة التعب، مشقة الروح والجي. لك معاك الكرت تروح بيه أي مكان تصرف بيه. احنا من ضمن أول مزارعين في محافظة المنيا، احنا عاوزينك يا ريس تقف على الفلاح، واحنا نشكرك في كل حاجة، مدارس عملت، مشاريع عملت، طرق عملت.